السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا غادي نهضرو على كيفاش لا ماشين دي فوا تكونوا تخدموه بالبيدال ولو كروا تاعكم، وهذا الشيء كامل من المونتاج كي مونتيو لا ماشين تقعد توجور لو كروا هذه تاعكم من لهنا كما راكم تشوفوا هنايا، توجور كي تبداو تخدموا الكروا تاعكم. دونك هنا توجور تفيريفيو لا ماشين تاعكم كي تشريو لا ماشين تاعكم، تفيريفيو هنايا باغ اكزومبل هنايا تشوفوا الروضه التحتانيه نتاع لو بيدال تكون نيشان مع الروضه هذه. الا كانت الروضه جابده شويه غاديه الكروا توجور غاديه طيح لكم، لازم توجور تاكدوا من الكروا نتاعكم بلي راها فلانيومون مع هاد الروضه تاعها التحتانيه نتاع لو بيدال. دونك هنا تشوفوا لو كوروا نتاعكم راهي توجور فلانيومون مع لابولي نتاع لا ماشين. ودي فوا كي يكونوا تخدموا بلا ماشين لو بيدال كيما هكذا راك جوم هكذا تسمعوا الكربير من تحت لو بيدال، الصوت يكون مزعج وهذا الصوت غادي نوريكم كيفاش وين يكون وكيفاش غادي تسقموه. كما غادي تشوفوا دي فوا الازعاج من لا ماشين يكون هنايا في هذا لي يكون في الفيل بروكان باش تدورو لا رو، هنايا يكون ازعاج. تسمعوا هذا هو الازعاج اللي يكون دي فوا في لي ماشين نتاع لو بيدال كما راكم تشوفوا. الا دي فوا هنايا يكون عندكم فاسد، وهذا راه موجود في المحلات بيع الالات الخياطه، تشريو واحد العمود هذا وديروه هنا وتولوا تخدموا. دي فوا هنا يكون يدير الازعاج هذا يكون فاسد عندكم، لازم توجور تاكدوا من هذا اللي راه حاله جيده وديروا له الزيت باش توجور يقعد في حاله جيده. دوك هنا سمعوا الازعاج اللي راه هذا هو الازعاج اللي راه في هاد لا ماشين. تبعوني كيفاش غادي تسقمو هاد البروبليم. اولا تحلو هاد البونو هذا تحلوه، من بعد جيبوا واحد لو تورنوفيس غادي تشوفوا وزيروا هنايا هذا على بهذه الطريقه، ومن بعد تزيدوا تزيروا هاد البونو. شوفوا دركا الحس هذاك ما كانش، دونك هنا فوالا هذا هو اللي يكون يدير الازعاج. دونك هنا تحلو هذا وتزيروه على حساب باش ما يقعدش فيه الازعاج هذاك اللي يضرب، دي فوا تسمعوا الصوت يديرونجي. بون هذا هو الصوت اللي يكون عندكم هنا كيما وريتكم، تحلو هذا وتزيروا هذا البيس تيولي ما كانش الصوت كيما اكزومبل هكذا. وكي ما تكونش عندكم لانيونيومون مليح نيشان مع لا ماشين لو كروا تولي طيح لكم، الا تحلوا لي فيس هنايا انا هاد لي فيس. دونك هنايا تزيدوا تهرسوا شويه هنايا وتدخلوا باش لانيونيومون نتاع الروضه ديال البيدال تكون عندكم نيشان مع لا بولي نتاع لا ماشين كما درت انا. فوالا هذا كان فيها مشكل والكروة كانت تنحى، دونك هنا شوف كيفاش درت باش هذا يدخل، ومن بعد تكون عندكم لانيونومون نيشان مع لا ماشين نتاعكم كيما شفتو. دونك هنا لو كروا ما غادياش تطيح كيما درت انا، كيما قلت لكم لانيونومون تكون نيشان وهذاك الازعاج يكون في هذاك البلاص، ولا كيما وريتكم لي رورمون يكونوا ماهوش مليحه تنجمو تبدلوه كومبليتمون. وإلا كان من تما تنجمو تخدمو لا ماشين نتاعكم. نتمنى راكم فهمتوا هذه المعلومة على لا ماشين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.